مشاهدينا الكرام في كل مكان تسير بحضراتكم مع انطلاقاتنا الصباحية المميزة التي تحمل تحديات هذا الصباح، حيث شوطنا 17 في انطلاقة هذا اليوم، وها هو الشوط الخاص بالأبكار الإذاعة المحليات الأصايل ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. في مقدمة هذا الشوط نذهب المركز الأول مباشرة، وهذه انطلاقة البداية حيث تتقدم هملوله لمحمد بالقرين بن علي العامري، يتقدم وتتقدم للمركز الأول، بينما في المركز الثاني، المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات دينا تعود ملكيتها لسويد بن عامر بن يريو المنصوري. دينا احتلت المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث، المركز الثالث هذه اللي وصلت بشعار بن معيضد، هذه عالية، محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي حضر من المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع هجيمة لمايد بن أحمد بن هاشم العوضي احتل المركز الرابع، والمركز الخامس شعار حياب بن مطر بن حاذ الاكتبي مقدما غشمرة 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 غشمرة، انتزعت المركز الخامس، المركز السادس في هذه اللحظات حضور من قبل حذره عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، والمركز السابع هنا شعار بن زيتون حيث تتقدم النهضة لحمد بن عوض بن زيتون المهيري حاضرا في تحديات هذا اللقاء، محتلا المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن نتابع صدمة أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري، المركز التاسع، المركز التاسع وصلت الظبي عبد الله بالطوير بالمر العامري يحتل المركز التاسع، والمركز العاشر، في المركز العاشر الظبي لخليفة بن خميس بن شلبود الخييلي من حقق المركز العاشر، وبالأمس كان التوقيت معه ومع أحد جعادينا اللي شارك بها في صباح يوم الغد. أعود إلى المقدمة، أعود من جديد إلى الصدارة، ما شاء الله شعار بالقرين هذه هملولة حاضرة في تحديات الشوط لمحمد بالقرين العامري، يتقدم ويحضر مع هملولة في الموسم الماضي قدم لنا مياسة التي ذهبت إلى أحد المؤسسات، اليوم يقدم هملولة مع هذه المحليات الأصايل، ومشاركة راقية جدا وفعلا من خلال هذه اللقاء. المركز الثاني، المركز الثاني دينا احتلت المركز الثاني لسويد بن عامر بن يريو المنصوري ياخذ المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث، وبن معيضد يحضر مع عالية محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي، بينما المركز الرابع، المركز الرابع شعار بالحلوس هنا في هذه اللحظات، وهذه الحذرة عبيد بالحلوس بذيبان العامري يحضر على رابع المراكز، المركز الخامس وصول من غشمر حياب بن مطر بن حاذ الاجتبي، المركز السادس سلان في هذه اللحظات وصلت حشيمة مايد بن أحمد بن هاشم العوضي، وهناك النهضة من الجانب الآخر حمد بن عوض بن زيتون المهيري على سابع المراكز، المركز الثامن تقدمت الظبي لعبد الله بالطوير بالمر العامري، المركز التاسع حضور من صدمة أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري، والمركز العاشر، المركز العاشر هذه الظبي خليفة بن خميس بن شلبود الخيلي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء لمراكزنا المتقدمة والحاضرة في ملتقى هذا الشوط أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء.
أعود إلى مقدمة الشوط، والمقدمة ما شاء الله ثنائية، الله بين هملولة وبين ديما هياتين أو دينا على المركز الثاني. هذه الآن هملولة، محمد بن قرين بن علي العامري يسيطر، يتقدم، يحضر في هذا الملتقى المركز الثاني. هناك دينا سويد بن عامر بن يري والمنصوري يحتل المركز الثاني، لكن شعار احياء بن مطر بن حاذه الاجتبي بدا يتدخل مع وجودي غشمره، لكن هناك التسلل من الشاهينيه راشد بن علي بن خصيبه الظاهري، وصل خذ المركز الثالث. المركز الرابع بن حلوس يقدم الحذره في هذا الملتقى، عبيد بن حلوس العامري وكذلك هناك الله شوف هذه حضور سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، حضر مع حضور تبغي تمر مرور بين خلال كل هذه المشاركين. 1200 على خط النهاية ما شاء الله، المركز الأول لا زالت هذه بعد السيطرة تقدمت على ناموس هذا الشوط. دينة سويد بن عامر بن يريو المنصوري، لكن بن خصيبة يحضر بوجود هذا الاسم ما شاء الله. الله يا الشاهينية، لكن شوف اللي مرت حضور غطت على كل الحضور. سالم بن سعيد بن كاسب ما شاء الله، شكل عون ولون من فرده بشكلها وجمالها. شوف المحليات الاصايل، الله يا مجملهين يا محلان، يعني لو ركز لها المخرج على راس وحده من هذه المطايه شوي دقيقه وعشرين ثانيه عموما اكل. شوف دينا تتقدم وهناك حضور وكذلك الشاهينيه بن خصيبه بن كاسب بن يريو وبن خصيبه، لكن راح بن يريو. الله يا سويد يا بن عامر يا بن يريو يا المنصوري، غرد في ناموسي هذا الشوط مع دينة. المركز الثاني سالم بن سعيد بن كاسب، المركز الثالث راشد بن علي بن خصيبه الظاهري وخلب بن راشد النايلي يحتل المركز الثالث الرابع الان مع راشد بن خلب بن راشد النايلي، لكن سلام وين؟ الوثبة، الله مشكور يا راعي الوثبة سويد بن عامر بن يريو المنصوري. وهالي النهضة، هل النهضة يا أبو حمد؟ شوف هذه النهضة، سلام لهالي النهضة في العاصمة الحبيبة أبوظبي. سلام يا سويد يا بن عامر يا بن يريو يا المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حضور سالم بن سعيد بن كاسب، المركز الثالث وصلت غشمره حياب بن مطر بن حاده، المركز الرابع هذه زعفرانه لراشد بن خلف بن راشد النايلي، والمركز الخامس الشاهينيه لراشد بن علي بن خصيبه الظاهري. هكذا كانت النتيجه في انطلاقات هذا الشوط وفي تحدياته وفي نواميسه. نذهب بحضراتكم الى البدايه وإلى الانطلاقات ما شاء الله. شوف البداية 9 دقائق 14 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا لعامر بن سويد بن ريو المنصوري على بالفوز بالمركز الأول مع دينا، تهانينا والناموس. المركز الثاني سالم بن سعيد بن كاسب 9 دقائق 16 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا على فوز حضور بالمركز الثاني. بينما في المركز الثالث كانت غشمرة حياء بن مطر بن حاذر الاجتبي حل في المركز الثالث 9 دقائق 17 ثانية بالوفاء والتمام والكمال.